دكتور، عاوزين نعرف يعني ايه استثمار بيئي، يعني ايه استثمر في البيئة؟ والله انا بشكرك يعني فعلا، لان احنا بنقول كلام البيئة كتير وما بنشرحوش، لكن الاستثمار البيئي هو الاستثمار الصديق للبيئة. نعم. ما في استثمار احنا كنا بنتكلم عليه بنوع اللون، يعني كنا نقول والله ده فيه يعني اللون الاسود واللون البني واللون صحيح. الاخضر، فكنا نطلق على المداخن الثقيلة بدخانها ده ان ده اللون الاسود، وبعدين الاقل مثلا زي مصانع السماد ومصانع الكيماويات نقول عليها البني، ثم يجي مثلا نوع اقل في الضرر نقول عليه اللون الاصفر. حتى وصلنا الى الاقتصاد الألوان الاخضر. بقى الاقتصاد الاخضر. نعم. فعشنا عصر الاقتصاد الاخضر وهو الاقتصاد صديق البيئه يعني ببساطه يعني. لكنه ليه ملامح، اول ملمح فيه ان مفيش حاجه اسمها فاقد. يعني انت بتشتري مثلا طن قمح او بتشتري طن ذره، ما ينفعش ان انت يقع منك ربع وانت ماشي مثلا، هو اما تيجي تخش على المطحن تخسر ربع تاني، مفيش حاجه اسمها فقدان كذا، حتى لو وقعت دي بتدخل في صناعه اخرى، يعني تدخل لاعلاف دواجن، لاعلاف يعني كائنات الحيوانات الاخرى اللي بتحتاج هذا النوع. فاذا هو الاول حاجه في الاستثمار البيئي مفيش حاجه اسمها تترمي. يعني احنا عندنا يعني اقول لك مثلا تعبير بنقول ان القمامه كنز لا يفنى، يعني مش بنقول عليها حاجه، لان الراجل بتاع يعني عزب الزبالين في مصر اللي ما دخلش كليات اكتشفهم قبل مننا. صحيح. ان هو يروح ياخد لو تشوف كده الزبال التقليدي بتاعنا يبقى بالليل كده قبل الفجر بيجي ياخد المخلفات ويروح لمنطقه اللي هي منطقه الفرز، يطلع الورق لوحده والزجاج لوحده والخشب لوحده، يوفر على مصر 70% من قيمه الاستيراد. يعني لو انا بشتري طن البلاستيك ده من بره اللي هو بودره البلاستيك اللي بيتعمل منها البلاستيك، يعني لو انا بشتريه من بره ب 7000 او 8000 جنيه، انا بشتريه بقى من الاخوه اللي بيعملوا اعاده التدوير ب 2000 جنيه وب 1800 جنيه، شايف الفرق قد ايه؟ لمجرد عملت حاجه اسمها اعاده التدوير. اعاده تدوير، هو ده الاقتصاد الاخضر. الاقتصاد الاخضر ان انت ما ترميش حاجه، ما تقوليش ده ما فيش حاجه ملهاش فايده، لا، المسمار الصغير والحديدة الصغيرة والزجاجة الصغيرة والخشبة الصغيرة، في ولاد عباقرة بيعملوا منها لوحات. صحيح. في ولاد عباقرة يعمل لك باب البيت مجسمات، يعمل لك مجسم ويعمل باب البيت، ما تتخيلش ان الباب ده معمول من بقايا اخشاب وهو حط عليه جزء حديد وجزء كتير كذا وهدوم وحاجات كتير جدا. يعني الحقيقة في حتى الولاد في الفنون التطبيقية يعني عندهم خبرات في الحاجات دي بيعملوا شغل ممتاز منها. فاحنا بنتكلم في الاقتصاد الاخضر ان انت تبقى زيرو تلوث، بس ما تزودش حاجه ولا تاخد مني حاجه. بمعنى ان انا لو خلاص عندي 1.5 مليون فدان ارز مثلا، لو الناس تتذكر طبعا كان كل ده بيتحرق القش وتلاقي السحابه السوداء داخله على المدن. النهارده القش الرز بيعاد تدويره ويتكبس، ولما يتكبس دلوقتي في يعني كومبيتيشن ومنافسة عنيفة مين اللي يشتري الأول. صحيح. وبقى المكبس ده عادي يعمل لك طن أو النص طن بتاع القش ده ويتعمل يتكبس ويتشال على عربيات النقل يروح لمناطق في آخر الدنيا. بقى عندنا قش الرز وقصب السكر، شوف بقى مثال الاقتصاد الأخضر، قش الرز وقصب السكر مخلفاتهم بتجيب دخل زي المنتج الرئيسي، وهو ده كان بيتحرق يعني عشان ما ننساش كان بيتحرق وكان بيعمل سحابة سوداء والناس يشتكوا ويلحقوا ده فيه تلوث وإلى آخره. هنا بقى ظهرت فكرة الاقتصاد التدويري الريسايكلينج، بقى في السيركولر ايكونومي. الاقتصاد التدويري ده انك ما ترميش حاجة خالص، ما تقولش دي اسمها زبالة، ده تقول عليها رو ماتيريال، تقول عليها مادة خام. كونك انت بقى مش عارف تعملها دي مشكلتك، لكن ما نسميهاش ابدا ان دي مخلفات او زباله، ده اسمه مصدر من مصادر التمويل الاخضر بتاعك. اولا انت ما حرقتوش فحميت البيئه وخفضت التلوث، ثانيا انت ما رميتوش ودخلته في صناعه اخرى قد لا تصلح لصناعه الخبز او قد صحيح. لا تصلح لصناعه الزراعه، لكن ممكن تخش في صناعه عمل خشب وعمل كذا وعمل صناديق. الله، طب واحنا مش كان عندنا المصنع في الدقهليه بيكبس بقايا التبن ويعمل الخشب الحبيبي؟
ما كانش كان في مصر دي كل الخشب الحبيب كله طالع من قش الرز، بس احنا حبينا يعني نمشي تبع المودرنايزيشن، فجبنا بقى حاجات البلاستيك والحاجات الحديد والستيل والى اخره. لكن الراجل الفلاح البسيط كان بياخد يودي المصنع مخلفات قش الرز دي، طلع منها ترابيزه الطعام. الترابيزه دي كانت مكبوسه، عباره عن قش مكبوس وتتحمل الحمل بتاع دائره الطعام. فاحنا على فكره في مصر من اوائل الدول في العالم اللي عرفت نظام التدوير، والزبالين المصريين دول علموا العالم يعني ايه اقتصاد التدوير. شوف بقولها بثقه، سيدات المنازل احنا ما بنرميش حاجه تقريبا، متعودين ما نرميش حاجه، ثلاث ارباع الحاجه ما بنرميهاش. لا وانتشرت صحيح. الثقافه دلوقتي بتلاقي الست عندها في البيت كيسين، يعني بيبقى فيه كيس اسود وكيس ازرق او كيس احمر. طبعا كيس الاحمر ده مرحله ثالثه اللي احنا عايزين نقول لهم، ودي فرصه برضو نقول من خلالكم انه اي حاجه ليها مخاطر زي مثلا ادويه عندك كيماويات اي نوع من حاجات اللي ليها مخاطر دي بتتعمل في كيس احمر، يقوم اخونا الزبال او جامعه يجي ياخد الكيس الاحمر ده يجنبه على جنب. فبتاخده وزاره البيئه ما تعملوش تدوير، لا بناخده مباشره على المحارق اللي عاملاها وزاره البيئه، لانه ده ما ينفعش يخش تدوير. ليه بقى؟ ده فيه حاجات توكسيك وسيماويات وحاجات سموم وحاجات ادويه ضاره وحاجات تاثر على الكلى، ما ينفعش ترميها مع القمامه العاديه. فانا بارجو ست البيت ان حاجات الادويه دي لو سمحتي حطيها في كيس احمر لوحده مع اي حاجه فيها مخاطر صحيه، لانه بدا اخواننا يعني الزبالين وجميع القمامه يعرفوا ان الكيس الاحمر ده فيه خطر، فبيسلموه للشركات. في شركات في مصر دلوقتي، شركات اكتر من 20 شركه عندها خط للحاجات اللي ليها مخاطر بيئيه وصحيه، فبياخدوها في مسار يروح في الاخر على المحرقه. والمحرقه بتاخد حاجات رسوب، يعني مثلا عندنا في 15 مايو محرقه كبيره، وفي جزء تاني بيتعمل بالتبخير، وفي جزء تالت بيتعمل ايضا بالاشعاع. ففي عدة طرق للتخلص من المخلفات الصلبة دون أن تضر المواطن أو المواطنة، لكن لا تترك هذه المخلفات الخطرة تختلط مع مخلفات المنازل.